دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده او الاحداث اللي هتحصل النهارده. وزاره الثقافه هتطلق فعاليات الدوره 31 من مهرجان الموسيقى العربيه على مسرح النافوره. والنهارده محافظه القاهره هتفتتح المرحله الاولى من مشروع كايرو بايك، ده غير ان النهارده في مباريات قويه في الدوري المصري وكمان الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة هتطلق فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة. الفعاليات هتستمر لمدة أسبوعين. النهاردة محافظة القاهرة هتفتتح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك كأول منظومة مشاركة دراجات عامة في مصر بتنفرد بها العاصمة، وده بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 وحرص المحافظة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة. المشروع تم تنفيذه بمناطق وسط البلد وبيتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بالGPS موزعين على 45 محطة بتعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة. النهاردة هتنطلق الدورة 14 لمعرض ومؤتمر ماكينات الغزل والنسيج وصناعة الملابس وتكنولوجيا الطباعة. المعرض هيستمر لحد يوم 23 أكتوبر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة. هيلتقي المقاولين العرب مع غزل المحلة الساعة 3 العصر، حرس الحدود هيلتقي مع فيوتشر الساعة 5، والساعة 7 هتختتم الجولة بمباراة الداخلية وطلائع الجيش. لعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة 12 من عمر المسابقة، هيلتقي فولهام مع أستون فيلا الساعة 8:30، والساعة 9:15 هيلتقي ليستر سيتي مع ليدز يونايتد.